أتمنى إن شاء الله النادي الأهلي كل توفيق وازدهار في كل الألعاب. النهاردة هكلمكم على نجم مصر وكابتن النادي الأولمبي ولاعب طبعا الإسماعيلي والأهلي والزمالك، كابتن إسلام الشاطر. بعيد بقى إن إحنا أصدقاء وإن إحنا اسكندرانية وولاد حتة واحدة ساكنين كنا جنب بعض، بتشرف طبعا. فبس عايز أقول لكم إنه مازال كابتن إسلام الشاطر حتى هذه اللحظة له محبة كبيرة جدا جدا في نفوس كل الاسكندرانية بجد، يعني إذا كان هو كابتن هيثم فاروق. في كده بعض اللعيبة سايبين الحقيقة، يعني بغض النظر عن الجيل الذهبي للنادي الأولمبي طبعا الله يرحمه، كابتن بوري، كابتن محمود بكر، اللي عايشين مثلا كابتن كيبر، كابتن سيد طباخ، كابتن شتا، كابتن حليمه، كابتن سويسي، كابتن ساري، كابتن أسامة خليل، كابتن مصر أحمد الكاس. فبعيد عن دول في لعيبة سايبة بصمة وسايبة محبة وسايبة لقى وسايبة تشوق لهم، زي كابتن أحمد الكاس، كابتن ساري، كابتن إسلام الشاطر. حقيقة كابتن إسلام كان في ميزة حلوة قوي، إن هو كان امتداد لبعض الظهير، يعني الناس كتير جدا لعبوا في مركز الظهير الأيمن في الاتحاد الأولمبي وكانوا نجوم كبار جدا، هو امتداد لهم. يعني انا كنت بشوف مثلا كابتن محيي، لما اتفرج على كابتن اسلام احس ان هو فوله مقسومه اتنين. كابتن محيي عثمان طبعا نجم نادي الاتحاد ولاعب مصر الدولي وباك اليمين بتاعه، ففي كده لعيبه بجد بيبقى لها بصمه. فكابتن اسلام الشاطر له بصمه، ياخد الكوره كده يمشي جنب الخط اليمين وفجاه تلاقيه خلاص بقى يفكرني بكابتن مصطفى عبده زمان، هو جناح ايمن النادي الاهلي، يرفع الكوره لو جبت مزورة أو مقاس، يعني الميجرمنتس، يعني حاجة رائعة، يعني مراوغ، مدافع، روح قوية جدا عالية، أخلاق. يعني أنا من المرات القليلة قوي اللي شفت كابتن إسلام سواء في الأولمبي أو في الإسماعيلي أو في الأهلي أو في الزمالك بياخد إنذار الحقيقة. يعني فهو على خلق، هو يعني أنا للأسف كلامي أو شهادتي فيه مجروحة لأنه إحنا أصدقاء وإخوات وحبايب من زمان. عبد القادر بيه طبعا، تقول له إيه بقى؟ استاذ عبد القادر واحد من اقرب الناس الى قلبي، واحنا اصدقاء واصحاب من واحنا صغيرين، يعني من وانا وهو صغيرين. بقول لك هو كان بيلعب طايره وانت كنت بتلعب سله. بس هو كان في الاتحاد اكتر يعني، لكن احنا قريبين من بعض جدا. واحد من الناس اللي كتاباته دايما مؤثره في مصر الحقيقه، وفي اسكندريه تحديدا. فاتمنى له كل التوفيق، وبشكره جدا جدا على هذا الكلام الرائع. يعني شكرا استاذ عبد القادر.